بصراحة اللي هي وقفت جنبي وساعدتني ان انا جبت يعني احتياجات بيتي، يعني اللي هو لبس المدارس بتاعت ولادي وكده. انا الحمد لله جبتها لهم. ناس كثيرة فعلا بقلب بتبقى عايزة تساعد، واللي عايز يسد ديني واللي لا. بصراحة يعني انا بشكر الناس كلها، وعلى وكفايه الدعوات. يعني انا اخدت كم دعوات كان نفسي فيهم من زمان، والله الحمد لله. ما كنتش متوقعه كده. انا قلت يعني هما كم حد هيشوف وبتاع فاهمه، وهو ممكن الناس هتساعدني وكده، وان انا اجيب مثلا ان يجيبوا لي شغل وكده وخلاص، ولو اتبعت لي فلوس مثلا هتسد ديوني وبتاع واجيب احتياجات بيتي اللي انا عايزاها ومش عارفه ايه، والدنيا هتمشي يعني. وكان في دماغي بقى اللي هو ايه ده مذيع، يعني اكيد هينزل حلقات تانية فالموضوع هيتنسي بقى خلاص، يعني هو يومين والدنيا هتنسى. ما كنتش عارفه حصل كده. البنوتات عاملين ايه؟ الحمد لله. هو ولد وبنت. الولد وبنت ما شاء الله. ربنا يخليك يا رب. كلهم في ابتدائي ولا؟ ابني دخل اولى اعدادي السنه دي، وبنوتي رابعه ابتدائي. دلوقتي توفر لحضرتك فرصة عمل أخرى؟ لا لسه، أنا لسه في المجال اللي هو اللي اتكلمت عليه.